شكل العيان بتاع مرض النهاردة بيحس بألم شديد في الصدر، وساعات بيسمع في الدراع، وساعات برضو بيسمع في الفك. مين العيان ده؟ خلونا نعرف هو مين. ثانية واحدة قبل ما نشوف حلقتنا، ساعات بيحس بألم في المعدة أو حرقان، وده غالبا بيبقى مش النوع الكلاسيك من المرض، مش النوع الاعتيادي يعني من المرض. يلا نشوف المرض هو ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حلقة جديدة من قناة فارماسيستاوي مع يوسف وليد. النهاردة بنتكلم عن 6 عوامل بيمهدوا لحدوث جلطة في القلب. اول العوامل دي ضغط الدم المرتفع اللي مش بيتعالج. تاني حاجة في تصلب في الشرايين مع تقدم العمر. تالت حاجة بسبب التدخين بشراهة. رابع حاجة مضاعفات مرض السكر. خامسا في ارتفاع لنسبة الدهون في الدم. اخر حاجة ودي اكتر واخطر الحاجات اللي بتسبب جلطة في القلب، استخدام حبوب منع الحمل الكونترسيبتيف بيلز. دي حاجة من اخطر الحاجات اللي بتؤدي لحدوث جلطة في القلب. ايه الفحوصات اللي لازم نعملها علشان نتأكد ان ده جلطة في القلب؟ لازم اعمل رسم قلب بسرعة جدا، دي اول حاجة طبعا، وبعدين اعمل انزيمات القلب في الدم من اول 3 ساعات ل6 ساعات. تالت حاجة المفروض اعمل اشعة بالموجات الصوتية على القلب. والحاجة الرابعة ودي الاخيرة اني اروح اعمل قسطرة قلبية، ودي الفحوصات المفروض تعملها لما تشك ان في جلطة في القلب. هنفترض ان مريض القلب ده وقع في الشارع او جات له جلطة في الشارع وتعب، لازم اعمل ايه لما اشوف حاجة زي كده؟ هسأله طبعا الاول لو عنده قلب ولا لا. لو طلع صح عنده قلب، لازم اوفر له اكسجين، يعني الناس تبعد ما نفضلش نقرب ونكتم عنه الاكسجين. او لو في الصيدلية اوفر له ماسك اكسجين، لو فيه ودي له اي حاجة توفر له اكسجين برضه. دي اول حاجة. تاني حاجة ممكن لو في الصيدلية ادي له امبول، حتى بقى مسلسل حالات الحرجة، مورفين، ادي له مورفين. المورفين ده هيقلل الاحساس بالالم، ادي له امبول مورفين. المورفين هيتحل في 10 سنتي من محلول الملح، وادي له 3 سنتي كل 5 دقايق. تالت حاجة اني ادي له 4 حبات اسبرين يقرقشهم عشان تعمل له سيولة في الدم، ولازم يتنقل للمستشفى في اقل من 15 دقيقة، او 15 دقيقة على الاقل. مش معنى ان انت سمعت الامراض فممكن يكون عندك جلطة في القلب، لا، ممكن في كذا عرض كذا مرض بنفس الاعراض. ممكن يكون عندك التهاب بلوري اللي في الرئة، او عندك الم بسبب التهاب الضلوع اللي في القفص الصدري. ممكن يكون بسبب الم الحزام الناري الناتج من فيروس اسمه الهيربس، او ممكن يكون بسبب ارتجاع المريء زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة. اللهم يا رب باخر احزاننا ورصب همومنا وبلور اللهم حتنا بالصحة والعافية. كان معكم يوسف وليد، ودي قناة فارماسيستاوي. متنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، متنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. مع تمنياتي بالشفاء لكل محاربي الامراض في كل دول العالم. سلام.